عايزك تساعدني نعمل فايل كامل بكل الفرق اللي بتغني اندر جراوند في اسكندريه. اهلا بيكم اسكندريه. لما تيجي تظبيطك اهلا. انت اسمك ايه؟ مجدي. ودي سلمى. احنا اصلا بنعمل افلام مستقبليه. هدير يا ابني انت عارف حد كام واحد كام سنه اللي انت سافرتهم دول؟ واضح ان انا السنه اللي فاتت كلها بشتغل اني ارجع البلد وانت في نفس الوقت بتشتغلي انك تسيبي البلد. انا ما بقاليش حاجه هنا. اسكندريه بالنسبه لي خلصت. مثل وراك في اسكندريه نفسي نعمل لهم حاجه نديهم صوت. ايه المشكله؟ احنا في الاول وفي الاخر دوله فيها حريه تعبير. احكي لي عنها. قال لي الجرايد اعلانات للخريجين والخريجات اشغال كتير راتب كبير حاسب لا يوم عقلك يطير مطلوب خبير يحكي حكايات أو سمكاري يعرف لغات يعزف كمان وكورديون يكسب عشان يفتح صالون عصر وبات. ممكن تقلل الفلسفة شوية؟ انت مش فاهم ايه اللي بيحصل لي. كان ممكن تقولي لي من الأول وما نشتغلش خالص. تعالوا هنا تعالوا هنا. تشرب حاجة؟ بس انا مش لوحدي. الموضوع ده مش هيعدي اعتبره تحدي مش هنحله ودي. الاسلوب ده مش هيفيدني هو ده اللي عندي. واللي ما بيسمعش يسمع لي ناس وناس خلاص مفيش احساس. البني ادمين عندنا في مخهم. انت عاوز ايه يا خالد؟ اللي حوالينا بيجروا بس يا ابني بس انت وهو بس. اقفل البتاع ده. هو في ايه؟